انت مبسوط، وخلي بالك اللي بيبتدي جامد ده بكل الانظار بتبقى عليه، فانت ان شاء الله هتبقى. طب عملت ايه في الجمهوريه بقى؟ الجمهورية أنا كنت لسه طالع 15، يعني أنا لا خلاص كان بقالي شهرين. أول بطولة أو تاني لا بطولة لا خلاص يبقى ما ينفعش، ما أقدرش أسألك أنت عملت إيه، لا أنت لسه طالع. أنا هفهم برضه السادة المشاهدين، لما بيطلع واحد من سن لسن أعلى بيكون بيلعب مع اللي أكبر منه بسنتين، ففي البداية أول شهرين ثلاثة أو أول خمس ست شهور مش مطالب منه رانك، لأنه بيبقى بيلعب مع لعيب أقوى وأكبر منه. بس دلوقتي يعني بعد بس أنت لما بطولتين طلعت بقى من 13 ل 15، آخر ترتيب ليك كان أول؟ لا ال 13 كان خامس تقريبا. خامس حلو، يعني انت برضه في التوب 10. ممتاز جدا. ودلوقتي برضه تحت 15 لعبت بطولتين او ثلاثه، ودلوقتي رقم 20. ايه ده ما شاء الله عليك، دخل بسرعه ما شاء الله. لا دخل بسرعه ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر عليك يا علي. لا انت ان شاء الله مشروع لعيب كويس، وانا بقى اجي اتفرج عليك باذن الله. نيجي لك بقى ياسين بقى. ايه ياسين موضوع الفرنش بقى، وان احنا ناخد ذهب بقى وميداليه اولى؟ والله انا في البدايه ما كنتش متوقع اي حاجه من كده. لا ما تقولش. انا يوم خارج من المدرسه لقيت ماما وبابا بيقولوا لي ياسين انت هتسافر بطوله فرنسا. انا ساعتها دي كانت مفاجاه. انا مش عايزه اقول لك انا فرحت ازاي. لا لا بجد والله، وكان عليا مسؤوليه كبيره قوي ساعتها، لان انا كنت لسه بادئ مع كابتن احمد حسني وكده، وكنت لسه داخل بدايه الفريق، فكان عليا مسؤوليه ان انا اول ما ادخل الحمد لله اثبت نفسي صح في الفريق. برافو عليك. وان انا لما سمعت كده انا شفت ان دي الفرصه الوحيده اللي انا ممكن اثبت فيها نفسي. برافو عليك يا حبيبي. كنت رايح البطوله مع عمتي وبابايا بس الحمد لله، فمن غير كوتشنج. انت رحت مع باباك ومامتك وسافرتوا مع بعض فرنسا؟ طب انت كنت متخيل انت تاخد ذهب؟ انا كنت واثق من قدراتي ومن نفسي، بس طبعا الموضوع في اخر في ايد ربنا بالقدر. فانا طبعا كان نفسي، وكنت مسؤول جدا، كنت بحاول ان انا كل ماتش العبه باحسن طاقه باحسن اجتهاد واجتهد. فاكر الماتشات عشان ربنا يكرمني. فاكر الماتشات الحمد طب لله. طب ايه اصعب ماتش الفاينل كان؟ لا إيه اصعب ماتش كان ماتش دور الثمانية. ليه بقى بتقول كده؟ كنت بلاعب ولد اسمه تيتوان، هو بطل من فرنسا. هو كسب بطوله الجمهوريه في فرنسا تحت 13 سنه. ده كان اصعب ماتش بالنسبه لي، لان الولد انا حسيته بيلعب زي المصريين، كان دايما بيحط دروب شوت وينزل ويجري، ومش بيلعب زي ما الناس الاجنبيين معروفين بره بستريت وكروس. يعني افضل اللعب المصري اصعب صحيح شويه اللعب المصري. ايوه فهو كان بيلعب زينا، فطبعا انا كنت عليا ضغط وكنت مضغوط، بس الحمد لله قدرت اكسب 3 لوف. حقيقة البطولة دي يعني اديت اداء كويس جدا، كسبت ماتشاتي كلها 3 لوف. فاكر الفاينل؟ ما خسرتش ولا. انا فاكر الفاينل لان انا كنت بلعب ضد واحد مصري. مصري؟ ما دي بتبقى صعبة. بس هو متسجل بجنسية قطر، هو مصري وراح قطر. اسمه عمر فرج. انا بعد ما كسبت ما تقدرش تسألني عملت ايه، لان هو كان زي ما تقول يعني من نفس دمي او مسلم وكده. فما قدرتش ان انا احتفل قوي. تمام، بس طبعا كنت مبسوط جدا من جوايا، وكنت مبسوطه ان انا فرحت. عملت ايه؟ فتحت الباب وجيت على بابا وماما ولا عملت ايه؟ لا انا قعدت انط على الحيطه. طيب وعملت ايه بقى؟ طب انت لما خلصت وخدت الميداليه، وطبعا انت متصور بقى صور كتير هناك بقى صح مش كده؟ صح. طيب بابا وماما قالوا لك ايه؟ بعد البطوله وانت راجع معاهم في البطوله؟ بابا وماما كانوا فرحانين لي قوي، قالوا لي مبروك ياسين، انت اجتهدت وربنا اداك على قد اجتهادك الحمد لله يعني. وصراحة كنت مبسوط، وقدرت ان انا بعديها احقق انجازات كتير جدا. ياسين انت شاطر في المدرسة صح؟